زراعة الشعر بطريقة أسيوتي. طريقة أسيوتي لزراعة الشعر تعتبر من أفضل طرق زراعة الشعر. جميع مراحل هذه العملية تتم باستخدام الليزر، بدءا من التطعيم بواسطة الأجهزة الأوتوماتيكية والمتطورة بدقة وسرعة عالية، ويتم ذلك تحت إشراف الأطباء المختصين. خلال عملية زراعة الشعر بطريقة SUT يتم أخذ البراعم من القسم الممتلئ، والذي يكون عادة القسم الخلفي من الرأس. ولأن هذه الآلة تحتوي على نظام تبريد، فإن الطعوم سوف تبقى بأمان ولن تتأذى. بهذه الطريقة يتم حفظ بصيلات الشعر في الخلايا الجذعية المأخوذة من جسم المريض، وتبقى هناك حتى يتم زراعتها. يتم أخذ من 10 إلى 15,000 من خيوط الشعر، مع رعاية أخذ الحد الأكثر من الشعر الأسود بالنسبة للشعر الأبيض، حيث يتم زراعتها في المناطق الخالية من مقدمة الرأس. في حال كانت بصيلات مؤخرة الرأس ضعيفة، يمكن أخذ البصيلات من بقية أماكن الجسم وبدون إحداث ندبة أو خط لإزالة الشعر. إن إحدى مزايا هذه الطريقة هو خط النمو الطبيعي وكثافة الشعر. تسمى هذه الطريقة أيضا بطريقة زراعة الشعر بدون ألم. لن يكون هناك أي أثر لمكان الزراعة أو أخذ الشعر، وكذلك فإن المريض لن يتعرض لآثار جانبية نتيجة التخدير.